السعداد يبيعوا كلاهم مشان أبوهم. وكأن هذا ما ينقص اللاجئين السوريين في لبنان، ممارسات عنصرية بحقهم من قبل موظفي الأمم المتحدة، وإهمال متعمد لملفاتهم ومطالبهم المتعددة المحقة، وهو ما دفع هؤلاء اللاجئين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المنظمة الدولية. تمشي تحس حالك داخل على مفرزة أمن. كل موظف لازم يكون عنده باديغارد. يوجز اللاجئون السوريون معاملة موظفي ما يفترض أنها منظمة دولية تحفظ حقوقهم، ولكنها بناء على تلك الوقائع تحولت لشكل آخر كما يردد اللاجئون أنفسهم. هذول مافيات. ورغم استمرار تلك الاحتجاجات وتطورها لإضراب عن الطعام، وصل موظفو الأمم المتحدة صم آذانهم عن تلك الأصوات التي تطالب بمظلة أممية لوضع اللاجئين السوريين الذين يرفض الأمن اللبناني تجديد ثبوتياتهم. وأضاف أحد اللاجئين لقناة أورينت أن موظفي المفوضية يرفضون طلبات لجوئهم مباشرة حتى قبل وصولها لسفارة الدول المعنية باستقبال السوريين. نحن هون مجرد أعداد وأرقام يقبضوا علينا وبس. يقول كثيرون إن معاملة موظفي الأمم المتحدة للاجئين السوريين في لبنان قد ترقى إلى شكل من أشكال الانحياز وسوء السلوك الوظيفي في لبنان، ويذهب آخرون إلى أن هذه المعاملة هي صورة من صور الحملة العنصرية الممارسة ضد السوريين في تلك البلاد، كرفض تصاريح عملهم وفرض حظر التجوال عليهم، فضلا عن حملات الدهم المتواصلة لمخيماتهم بالتوازي مع حملات عنصرية وتجييش مستمرة. وإذا كان واردا حدوث انتهاكات وملفات فساد في مقرات أممية ببلدان أخرى، تطرح تساؤلات عن ردة فعل المنظمة الأممية بشأن ما يثار من تجاوزات موظفيها في لبنان، وعما إذا ما كانت تلك التجاوزات فردية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، أم أنها متعمدة لإجبار السوري على العودة لنيران أسد بعدما فشل في الاستجارة برمضاء الأمم المتحدة.